السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى عايز اسال حضرتك حاجة. اتفضلي يا اختي. بس ارجوك ما تردش لما افتح الصوت عشان اسمعك. اتفضلي يا اختي. انا مريضة عندي يعني عافاك الله جلطة في المخ وشلل. الله يعافيك. هل يجوز لي قصر الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن كونها عافاها الله مريضة بجلطة في المخ، أسأل الله أن يعافيها. سؤالها هل يجوز لها قصر الصلاة؟ تعني هل يجوز للمريضة أن تقصر الصلاة؟ ليس هناك دليل على ذلك، إنما الذي يقصر الصلاة هو المسافر فقط، والله أعلم.